السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، مرحبا بالسادة الأساتذة وجميع المهتمين بالشأن البيداغوجي والتعليمي. إن شاء الله اليوم نحاول نشوفوا الـ H5P. ملي كنقولوا الـ H5P يعني لابريفياسيون ديال HTML 5 Package أو Letter Text Markup Language، لا فيرسيون 5 ديالها. دونك هي واحد الوسيلة اللي هي غراتوي، دونك اللي كتخلينا دونك سو فورم اون بلاتفورم، بيان سور الي اون لين و غراتويت. دونك ايل بيرمي دو كريي، دونك كتخلينا اننا نصوبو دونك كريي انتيغري ستوكي ايبرجي دونك دو كونتوني اي دي اكتيفيتي بيداغوجيك انتراكتيف، بيان سور سون بوزوان، يعني بلا ما ندوزو لو كود. كنعرفو ان الاش تي ام ال ممكن اننا نخدموه بلو كود، دونك هاد الوسيله كتمكننا اننا نصوبو دو كونتوني بيداغوجيك. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو الاول غادي نحاولوا نتعرفوا على الخصائص ديالو بسرعه باش ما نكثروش تو سكي تيوريك، ونشوفوا كيفاش اننا ندخلوا الاكسي لو سيت، كومون كريي لو كونت، شنو هما الاشياء اللي ممكن اننا ندير بها بهاد البلاتفورم. نشوفوا كلكو زيكزامبل، ومن بعد ان شاء الله في الفيديو اخر عاد نحاولوا نشوفوا ان شاء الله في الفيديو الاخر عاد نحاولوا نشوفوا التطبيقات براتيك، يعني باش نعرفوا كومون كري هاد لو كونتوني انتراكتيف. دونك اول حاجه كنمشي لو سيت اللي هو اوفيسيال، فوالا سي لو h5p.org. دونك هنا كنجي وكندير كري ان كونت غراتويتمون، بيان سور سيكون عندك واحد الايميل باش كتستعملو في لا كرياسيون. دونك اليوزر نيم او لو نوم ديتيليزاتور باغ اكزومبل، دونك ممكن تختار اي نوم ديتيليزاتور، في لوكا ديالي مثلا تيس اوفيس. دونك كتعطي لادريس ايميل ديالك مثلا، واحد لو مود باس اللي تحاول ان لو مود باس يكون فور. دونك مثلا كتكون واحد لا كومبينيزون ما بين حروف دي كاركتير سبيسيو ماجيسكول مينيسكول، دونك ممكن دي فوا كوم سا باش كيولي فور. بيان سور كنحاولو نديرو لا كونفيرميتي، دونك دوا اتر كونفيرم بور كونفيرمي لو مو دو باس. فوالا، دونك لا ديسكريبسيون سي جوست بور، يعني كتقولهم فوالا ممكن علاش غادي تستعمل لو كونت. دونك كرياسيون de contenu donc pédagogique par exemple pédagogique. Voilà, من بعد هنا ممكن انك دير la mise à jour، يعني pour avoir ou la recevoir la mise à jour mensuelle ديال chaque mois. Le captcha هنا c'est donc quel est l'opposé de noir، donc il commence par W، donc en anglais bien sûr c'est le white، l'abiad. Voilà, tu dis que créer un nouveau compte qui s'effleure quoi l'email, la boîte email direct pour confirmer et pour ce qui assurer un account. Voilà, tu me suis la boîte email direct ou que tu cliques là avec le lien liqué au Slack, ben je connais le compte. Déjà, on a dit le compte, donc je vais s'identifier. Donc, entre autres, je nous récompte quelques exemples. Donc, le site donc il propose pour les systèmes de publication de créer de contenu interactif. Donc, le contenu il est possible des sites web, des pages web, des LMS ou ce qu'on appelle les plateformes e-learning, par le mode Metalem. ايضا راه كياخذ اون شارج سكون ابل في ال او لا فيرتوال ليرنين، يعني لي بلاتفورم فيرتوال. ايضا لي ال تي اي، يعني لي بحال نقولو لي زوتي، يعني هاد لي ال تي اي كيكونو ديجا انتيغري بحال في كونفاس مثلا، بحال برايت سبيس، بلاك بيرد. هادشي كله غادي تشوف، ممكن تشوفوه في هاد لو سيت انطلاقا من الدوكيمون، من الدوكيمونطاسيون. Donc voilà le compte, qui est des exemples de téléchargement, documentation. Il y a des choses qui sont en train de. Donc ça c'est le compte d'Yali. Donc déjà des contenus déjà créés. Donc nous allons dire la création à Walmart, comme je l'ai dit, essayer H5P.
دونك ندير عليها كليك. بيان سور من بعد قبل ما نكون قبل ما نصوب هاد لو كونتوني خصني نكون ديجا عارف راسي شنو غنصوب، واحد لو سيناريو. علاش؟ حيت هنا الار 5 بي كيقترح عليك تقريبا 46 نوع من لو كونتوني، بما فيهم الفيديو انتراكتيف، ممكن مثلا واحد ليماج وتقلب على لي بوان داكسي عليها، مثلا لا كرونولوجي، واحد تزامن ديال الاحداث، سورتو مثلا في ما هو ليستوار، مثلا توسكي غرافيك يعني التمثيلات المبيانية، واحد انك تستف لي زيماج اون بون اوردر، مثلا الشوا ميتيبل، اسئلة متعددة، مثلا دي كويز يعني اريتميتيك او عنده علاقة بالحساب، كاين بزاف البريزونطاسيون دو كور، كارت دو ديالوغ، كاين كيما قلت لكم كاين 46، كونتوني ممكن انك تشتغل عليه وتغني به لاباج ديالك فيما يخص الاساسيده. وممكن اننا غادي نعطيكم واحد لو ليان ديال واحد الاستماره بالنسبه للاساسيده اللي بغاو انه يصوب الكونتوني ديالو ويصيفطو للبلاتفورم ديال الوزاره التربيه الوطنيه التلميذ. انا نخلي لكم ان شاء الله في الكومونتير هذيك اللين ديال هذيك الاستماره، كتعمر فيها مجموعه، هي هذه الاستماره هذه اللي كتشوفوا هنا، فوالا تيرميت تيس كولكت دي زيكزارسيس افيك اتش 5 بي، كتعمر الاسم، المؤسسه، رقم التاجير، بريد الكتروني، الهاتف، الاكاديميه اللي كتنتمي ليها، السلك ديالك، المستوى، شمن مسلك غادي تصوب له الكونتوني، الماده، شمن وحده، الاسبوع ديالها، عنوان ديال الدرس. بالنسبة لهاد رابط الفيديو على المنصة، يعني تدي يعني لو ليان ديالو. أيضا هاد الكود أمبد غادي نوريكم مين كنجبدوه، هو أو لو ليان ديال لو بارتاج، من بعد ما كترفع لو ليان ديالك على مثلا جوجل درايف وكتعاود تحط لهم لو ليان وكدير لها أونفوي. دونك هاد الاستمارة غنخلي لكم في الكومنتار. دونك نرجعو لو كونتوني، كيما قلت لكم فوالا كاين بليزيوغ تيب دو كونتوني. فوالا هنا بيان سور هنا كيعطيك شنو ممكن انك تبي لو بوطون دافيشاج، انك دير لي تيليشارجي ولا انتيغري وكوبي رايت، ممكن تاوتوريزي ممكن لا لو تيليشارجمون. الكوبي رايت انا غنهضروا على الكوبي رايت ولا حقوق المؤلف، هي بصفة عامة بما ان الوسيلة الي غراتوي، مي كتخضع لواحد لا ليسونس اللي كتسمى ام اي تي ديال واحد الجامعة ماشيسيست. دونك بصفة عامة كنحاولوا أننا نديرو لو كونتوني ديالنا كومون، يعني ممكن كلشي يستعملو، مي بلا لو سونس ديالها اللي هو كوميرسيال. حنا غنشوفو كيفاش. دونك فوالا، سا سي بور لو كونتوني. دونك مي كنرجعو نشوفو لي زيكزامبل لي ديجا صوبتهم. مثلا ليماج اون بون اوردر باغ اكزومبل، انا دي الصراحة هاي دي زيكزامبل اللي هما بساط، المهم جوست بور فواغ. مثلا فوالا، يعني هادشي اللي كتشوفو سانتاغ، يعني ممكن انني نزيدو في لاباج ديالي. لاحظ انني من غادي ندير مثلا كوم سا، يعني ممكن هو راه كيحسب لك شحال لو توتال ديال لي موفمون، اون فوا كدير لو فيريفي كيقول لك و اسكو سي كوريكت ولا لا. فوالا، دونك كتقول له مثلا غيسيي، انا مثلا جو بونس لي كوريكت هما هادو. فوالا غادي يقول لك لي الو، فوالا جو في ريسيي، سينو ما عرفتيش كتقول له شو لا سوليسيون. فوالا، سا سي لا سوليسيون، سا سي بور ميتر لي زيماج اون بون اوردر. فوالا، لو كونتوني ديالك دائما ممكن دير له ايديتي، يعني تعاود تخدم عليه. دونك نرجعو لإكزومبل آخر، مثلا ليستواغ دو لونسينيومون اون لين، يعني هنا كتحط واحد لونشينمون ديال واحد مجموعة ديال الأحداث. فوالا كيما كتشوفو، مثلا لونسينيومون اون لين تعطي واحد نظرة عليها، كتعطي مجموعة ديال لي دات. فوالا، مثلا في 1840 كانت لا كوريسبوندونس، 1920 مثلا كانت لا راديو ديفيزيون، في 1939 كريات لا سونتر ناسيونال دو لونسينيومون
à distance les kayn France à Medina Serene. Voilà, هادو دي زيكزامبل ديال واحد لو كونتوني انتراكتيف اللي ممكن انك تزيدو كما قلنا في لو سيت ويب ديالك في وورد بريس بار اكزومبل في موديل يعني على حسب انت سينو رانا قلت لكم يعني ها هو السيمارا وغادي تسيفطو للبلاتفورم ديال وزارة التلميذ تيس يعني كتليشارجي لو فيشيي انا غنوريكم كيفاش دونك توجور افيك لي زيكزامبل دونك نشوفو مثلا واحد لا فيديو يعني كيفاش انني نكري واحد لا فيديو اللي هو انتراكتيف فوالا دونك لا فيديو كتزيد لا فيديو ديالك كتحاول تخدم عليه دونك الخدمه البراتيك غادي نحاولوا نديروا لها واحد لا فيديو ديالها بوحدو باش نشوفوا كيفاش اننا نخدمه على لا فيديو فوالا لا فيديو دونك ان فون ديما لا فيديو دونك لاحظوا غادي يبدا لا فيديو ديالي دونك لا فيديو كيعطيك الحق اما تيليشارجي لا فيديو ديريكت sinon à partir de YouTube voilà donc là maintenant on a déjà affiché le l'étiquette donc il s'agit d'une communication pour une journée voilà donc حصل هذا le point هذه donc on va نحاول نسرع la vidéo باش نزيدو دغيا واحد غادي افيشي لي واحد point هنا. Donc une fois qu'on dirait à clic, donc il y a une information PMI signifie plusieurs médias individuels. Et là, on peut ajouter un tableau par exemple des données. Donc là, on va nous l'offrir à la fin. Voilà, on va afficher une image par rapport à ça. Voilà, à la fin, le point, on va dire la question. Donc, qui peut avoir la vidéo, il est interactif. Donc là, on va ouvrir la vidéo. غادي يخليني انني خصني نجاوب فوالا كو سينيفي تاني بيان سور ايل سينيفي بلوزيور ميديا انديفيدويل فوالا لا ريبونس ايل اي كوريكت صايي بانون تو باس كونتينيو فوالا كيزيد لا فيديو دونك حتى لها فينا مثلا او حتى لهنا كيعطيك الريكابيتول يعني كدير الريكابيتول على 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 كيما تنقولو على لو ترافاي ولا لا فيديو كامل سو فورم دي كيسيون بزاف دونك انا حاولت نعمر بسرعة فقط باش نشوفو ليكزامبل دونك هذا كيبقى واحد لا فيديو اللي هو انتراكتيف دونك كيما قلنا كنخدمو السيناريو عليه كنخدمو الكونتوني ديالنا دونك كاين بزاف مثلا تروفيلو يعني سون دي ايماج كدير عليهم واحد لو هوت سبوت واحد لو بوان باش تقلب مثلا باش تقلب على دي دوني دونك كاين مجموعة ديال الأشياء ممكن أننا نصوبهم بهاد الوسيلة اللي هي الـ R5 بي Voilà, donc mettre le contenu d'IA par exemple, mettre l'image en bon ordre. Donc, qui fait le contenu d'IA? Donc, problème de connexion. Donc, qui fait le contenu d'IA? Donc, le cas de l'assassinat de Sibelina. Donc, là, on a une réutilisation. وعندك الانتيغري دونك ملي كنقولوا انتيغري هذا هو لو كود امبيد دونك هذا لو كود فوالا تلاحظ انك ممكن دير له دونك هذا لو سكريبت دونك انكلو سو سكريبت سور فوتر سور فوتر سيت ويب سي فو سويتي ان ديمونسيون ديناميك دو كونتوني سينو هنايا راه كتسبيسيفي كدير له كوبي كولي كتديه كما قلت لكم لهاد البلاط لهاد السيمار بالنسبه للريوتيليزاسيون يعني اعاده الاستعمال كيقول لك تيليشارجي اون طون كو فيشي h.5 اون فوا كدير لو تيليشارجي كيعطيك واحد لو فيشي اللي هو هذا اللي غادي يبان دابا هذا الفيشي هذا اللي غادي يبان كتهزو او كتحملو في واحد لو ليان درايف ديال جوجل درايف يعني بحال كتصيفطو لعندك الجوجل يعني كيما تنقولو الدرايف ديالك اللي عندك في جوجل درايف هي فاش من كتاخد لو ليان ديالك وكتحطو هنا لو ليان ديال بارطاج هادشي دابا نشوفو اون براتيك وهنايا كتحط داك لو كود اللي قلت لكم هكذا هاد لو كود اللي كيكون هنا ممكن هادي هاد لو كود اللي كنجيبهم انتيغري كتعطيهم هاد لو كود هذا هاد لو كود ان بوت سو فرونت فخام فوالا وكتصيفط الاستمارة دونك بهذه الطريقه ممكن هنا في اي كونتوني او في اي تيب دو كونتوني عندك هاد القضيه الحاجه اللي قلت لكم هضرت لكم عليها هي لا ليسونس
دونك غادي نمشيو نشيرو لها بسرعة، ما غندخلوش في ليديسيون ديال لو كونتوني، مي فقط مثلا هاد لا فيديو با اكزومبل، هاد ليماج هادي غادي نجي ندير لها ايديت. دونك غادي تلاحظوا في واحد لا بارتي، دونك جو بو سبيسيفيي لو تيب دو كوبي رايت، حقوق المؤلف، دغوا دوتور. دونك في هاد لا بارتي سورتو هنا في الميتا دوني، دونك مي كنمشي للميتا دوني، دونك بيان سور تيتر كذا، هنا كنختار لا ليسونس. دونك هنا كيعطيني صراحه بزاف الانواع، كوبي رايت يعني ندير حق لو دغوا ديالي، وكاينين دوت اللي كيستعملوا اغلبيه هي هاد سي سي باي لا فيرسيون 4. دونك كندير سي سي باي، هو اوتوماتيكمون كيعطيني لا فيرسيون 4 انترناسيونال، هي اللي كاينه دابا التاليه. من الاحسن يعني كتكري لو كونتوني كتخليه للناس بوبليك انهم يستعملوه، كدير ليها سيفد ميتا داتا. بالنسبه لي زوت يعني لو كونتوني الاخر، غادي نحاولوا كما قلت ندير دي فيديو اننا نخدموا على دي زيكزامبل لي هما براتيك، ونشوفوا سورتو لا فيديو، سورتو لا كيسيون شوا ملتيبل، سورتو لي زيماج اون اوردر، لي كويز، يعني كاين مجموعه د الاشياء ممكن انني نصوبهم ونغني بهم الخزانه ديال لو كونتوني بيداغوجيك انتراكتيف. نتمنى ان هاد لا فيديو يكون عطاكم واحد النظره مبسطه على كما قلنا القناه ديال تيس او سيرفيس دو ليرنين، كتحاول انها تبسط المعلومه للناس اللي هما مبتدئين وكيبغيو انهم يديروا سكون ابيل لانتيغراسيون في لو دومين دو كرياسيون دو كونتوني انتراكتيف، او سيرفيس بيان سور دو لونسينيومون اي بيان سور لونسينيومون اون لين. كنشكركم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.